السلام عليكم. المنتخب التونسي في التربص الفارط لعب زوز مقابلات امام المنتخب الليبي ذهاب واياب. المقابله الاولى في ملعب رادس انتهت 3-0 للمنتخب، ومباراه العوده في ليبيا كيف كيف المنتخب ينتصر هدف لصفر. وقت حنا باع المجبري كان اساسي في الزوز مقابلات، قدم زوز مقابلات اكثر من محترمه، ومن الجانب الشخصي حنا باع قدم افضل زوز مقابلات منذ تقمص الوان المنتخب التونسي. وقتها ما ثم حتى حد تقريبا حكي عليه من الاعلاميين هنا، ونحكيوا على الصحفيين باستثناء صحافي اثنين اعلامي، وتمرت الحكايه مرور الكرام. لكن البارح وقت اللي نهزم المنتخب التونسي امام منتخب غينيا الاستوائيه بدات الكلمات والسلامات فيما يخص حنا بعل المجبري. اكيد باش نحكيوا على الموضوع هذا، لكن قبل هذا خليونا نحكيوا على الناخب الوطني جلال القادري شنو يحكي بعد مباراه منتخب غينيا الاستوائيه وبعد الهزيم. كنا نعرفوا من الاول اللي باش تكون مباراه صعيبه كوم بريفو، نعرفوا اللي جات في فتره صعيبه برشا وسبق وتكلمت على هذا كل الحاجه. اللي تقلق شويه اليوم كونه صحيح من ناحيه الهجوميه عندنا بعض المشاكل في على مستوى الكونكريتيزاسيون، ما حطيناش لادفيرسير في دي سيتوياسيون تري ديفيسيل، بحثوش على العذار، لكن يظهر لي الكاليتي نتاع بلوز هذا كانت تعبتنا برشا، قلقتنا، ما عرفناش نتعاملوا معاه. هذا فيما يخص تصريح جلال القادر. قال لك التيرا قلقنا، تو نعملوا لك تيرا على قياسك، تعود كي تمشي تلعب في ادغال افريقيا نهزوه معانا تلعب، وبعد نرجعوه المكان الطبيعي بالطبيعه لهنا في تونس. جلال القادري بجاه ربي نحكيه بشويه منطق، تو لو لعب امام منتخب غينيا الاستوائيه بالتشكيله اللي قلنا عليها قبل المقابله، مثلا يبدا بدريس العرفاوي، مثلا يبدا بدريس العرفاوي، يهبط يان فاليري اللي يلزم ياخذ الفرصه نتاعو، يهبط مرتضى بن والناس، يهبط لك حمدي العبيدي، هيكل الشيخاوي، يبدا بالملعبيه مثلا هذوما، ونقولوا المنتخب التونسي انهزم. يا اخي شكون باش يلومك؟ كان انتصرت فبها، كان انهزمت يا خويا جبنا بعض الملعبيه اللي برزوا بشكل كبير مع انديتهم وفي الدوري التونسي باش نجربوهم في المستقبل، يستحقوا يكونوا متواجدين في المنتخب، واللي بطبيعه تخلي تشكيلتك الاساسيه اللي باش تواجه بها المنتخب الجزائري. يعني كيف ما عمل بالضبط اليوم جمال بالماضي، بدا بالتشكيله الثانيه، انتصر هدفين لهدف امام منتخب غينيا او امام منتخب اوغندا، وخلالك التشكيله الاساسيه. انت وقت اللي تهبط التشكيله كأساسية بالنسبة ليك جلال القادري لهنا نجم نلومك، ريت لو كان هبطت الملعبية من الأول اللي قدمت لهم الدعوة لأول مرة واللي سميناهم، ونزيدوا عليهم على سبيل المثال أنيس بن سليمان، هنا نجم نقولوا أنيس بن سليمان ملاعبي مش قاعد يشارك مع فريقه، ونعرفوا الإمكانيات نتاعو، مش قاعد يشارك مش على خاطر مستواه نزل، لكن مش قاعد يشارك على خاطر عنده مشاكل، يلعب كأساسي باش نبينوا له راهو المنتخب التونسي واقف معاك. أما أنت وقت اللي تهبط التشكيلة الأساسية نتاعك وتهبط معاها أنيس بن سليمان، لهنا نجم نلوموك ونقولوا لك كيفاش ملاعبي ماهوش كومبيتيتيف مع فريقه وتارك عنده مدة ونلقاوها في التشكيلة الأساسية. يندرى ما كانش من الأجدر أنك تهبط على سبيل المثال محمد وائل الدربالي مكانه، ما كانش بيك أو من الأجدر أنك تقدم الدعوة اللاعب النجم رياض الساحلي واللي ينشط حاليا في الدوري السويسري واللي قاعد يقدم في مستوى كبير مع فريقه وزوز مواسم على التوالي يوصل النهائي كأس سويسرا، ما كانش من الأجدر أنك تقدم له الدعوة، ما كانش من الأجدر أنك تقدم الدعوة المعتز الزمزمي اللي قاعد يقدم في مستوى كبير مع فريق ونيور في الدرجة الثانية الفرنسية، ما كانش من الأجدر تقدم الدعوة السامي شوشان، وبالمناسبة السامي شوشان جدد عقده مع فريقه برايتون وبحول الله باش يكون متواجد مع الفريق الأول في التحضيرات الصيفية. نعود نقولوها، جلال القادري حد وحد صباته للأسف الشديد، ما عندوش رؤية مستقبلية في المنتخب التونسي. جيو توا الموضوع حنا بقى على المجبري، ثم قاعدة معروفة، وقت اللي انت مثلا تكون ماكش معروف وتحب تتعرف، ولا فشلت وتحب زعمة ترجع للنجاح، ولا انت في الخفاء وتحب ترجع للأضواء، تحير اسمك بلغتنا احنا مثلا بملاعبي صاحب إمكانيات كبيرة،
فريق كبير مثلا تحير اسمك بالنادي الافريقي، بالترجي الرياضي، بالنجم الساحلي، بالنادي الرياضي الصفاقسي، بحنبع المجبري، بيوسف المساكري، بعيسى العيدوني، بالياس السخيري. هذوما الاسماء اللي تنجم تحير بهم اسمك. سبيل المثال مختار الطرابلسي، لعب السابق للنادي البنزرتي، ولعب في اخر مسيرته في ستير زرزونة، وقتها البريود اللي لعب فيها وقتها المدرب بالحسن مريح، مش هذا موضوعنا. مختار الطرابلسي يحكي على حنبع المجبري، خلينا نسمه مع بعض. اليوم حنبع مش موجود، على خاطرك تشوف البروفيل نتاعو ماهوش في النيسار وماهوش ريجيسار، سي تان جوار لير. يذول التوظيف نتاع حنبع هذا المشكل الكبير. حنبع لك لي كيما بالنسبه لينا كمبور دور دو، وين تلقى روحك مخنوق في التيران تلقاه بحذاك باش هو يجيب لك الحل. لكن حنبع هو كي يكون ريجيسار ما لقيتوش في البوكس، يعني على سنتر على اليمين على اليسار باش يمشي مارك، ما شفتوش يعطي ديز اسيست يعني حلوين باش يمشي مركي، وما شفتوش هذا اللي عمله بروفات يكون في حدو فوالا. اي حتى في ماتشات اخرين ذكرني انا في ليكيب ناسيونال كان ماتش ليبيا اللي روتور رينا عطى ديز اسيست، ولكن نحكي انا على نيفو معين كما يحكي على الجيني كوتوري. هذا ماهيش قول صراحه مع احترامي للمنتخب الليبي، حاجات مختلفه ثم يعملهم اسكندر سوايح ويعملهم فهمتني. تشوف مثلا رمضان في البوست هذاك ينجم يكون فعال على خاطر يلا لي كاليتي ويسجل فيه اهداف، ولي لا حنا بعد في البوست هذاك انه ما يمركب بيرت ما مركيش بيرت روح حنا بعد حتى نحكي على شامشين شيب زاد شو مركي بونتو برك عامل سان كاسيست في ما نعرفش انا في 43 ماتش في بوست كيف هناك نورمالمون هنا جلال القادري وستاف الموجود زاد مش باش تبدل تكتيك كامله على حنا بعد المجري اذا ما عندوش بقعه وكل شيء بار اكزومبل سي تان جوور ما عملش مارج دو بروغريسيون في المنتخب ما شفتوش عمل مارج دو بروغريسيون شو معنى المارج يعني يقول هذايا تيتولار ابارونتير وقت اللي ينقص حنا بعد المنتخب ناقص حاجه ما شفناهوش اليوم بار اكزومبل حنا بعد المجري عندنا ماتش أكوتي يعني يرجع جلال القادري وظفوا الملاعب بهذا وين يحب يلعب والله يعطيك صحة وليد بالحق وين ما فهمتش أنا ريلير على اليمين ريجيسور تحت لاتاكو أعطونا البوست صحيح نتاعو زاد خلي وليدي ترشق في البوست هذاك هذا فيما يخص مختار الطرابلسي. راهو ثم كلام في الظاهر يكون صحيح أخي، أنت كي تسمع كلام مختار الطرابلسي تقول لي هو كلامه صحيح أخي، شنو الحاجة الغالطة اللي جابه؟ أما وقت اللي تربط بعض الأرقام بالكلام هذاك يصبح الكلام هذا غالط 100%. قال حنبع المجبري ماهوش الملاعب اللي كي يغيب على فريق ولا على تشكيلة تفتقده، راهو مازال ما ولاش يوسف المساكني، مازال ما ولاش اسكندر سويح، مازال ما ولاش زبير بيا، عادل السليمي، زياد الجزيري، فوزي الرويسي، عيادي الحمروني، أما بحول الله راهو باش يولي في المستقبل أفضل منهم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية حنا بعد تقول أنت إلى حد الآن مازال ما ورى حتى شيء. يا أخي صحيح راك تقول بالأرقام إلى حد الآن حنا بعد شارك في 20 مقابلة مع المنتخب التونسي، يعني خذا فرصة واثنين وعشرة بالتحديد خذا 20 فرصة مع المنتخب التونسي، لكن هذه فقط أرقام. الحقيقة حاجة أخرى، حنا بعد المجب قبل انتقاله البرمنغهام حاجة وبعد انتقاله حاجة أخرى. المقابلات اللي خاضها مع المنتخب التونسي قبل انتقاله الفريق برمنغهام رانا ما نجموش نحكموا عليها، لأنه اللاعب وقتها يلعب مع الفريق الرديف المانشستر يونايتد، يعني ما تنجمش ملاعبي تجيبه بالإسبوار وتهبطه مهما كان الفريق اللي يلعب فيه، ريال مدريد، برشلونة، لمسية، تجيبه وتحطه مع فريق أو مع منتخب وتقوله ألعب ما ينجمش يلعب. يعني حنا بعد المجبري المقابلات اللي خاضها مع المنتخب التونسي هو متواجد مع الفريق الرديف المانشستر يونايتد من نجموش نحكم عليها، ولو أنه قدم شوية وبين أنه ملاعبي قلاية في مونديال العرب وذلك علاش حبوه ودخل قلوب الجماهير التونسية. بعد لعب أساسي في كأس إفريقيا، يعني لاعب في فريق رديف يلقى روحه في كأس إفريقيا وأدغال إفريقيا أمام منتخب مالي، لعب شوت سيء وسيء جدا، كيف ما نجموش نلومو اللاعب. لكن خليونا نشوفوا مع بعضنا حنا بعد المجبري بعد ما انتقل الفريق برمنغهام وأصبح لاعب من ركيزة من ركائز الفريق، وقتها شنو يلعب مع المنتخب التونسي. أول مقابلة يلعبها مع المنتخب التونسي هو بأزياء فريق برمنغهام كانت ضد منتخب جزر القمر، لعب 9 دقائق بالضبط وخذا مكان الياس السخيري. بعدها مباراة المنتخب البرازيلي اللي انهزمنا فيها 5-1 خذا مكان عيسى العيدوني ولعب دقيقة بالضبط. بعدها أمام المنتخب الدنماركي، أمام المنتخب الدنماركي وكانت أول مقابلة للمنتخب التونسي في مونديال قطر،
صفر لصفر حنا بعد بالمجبري بالضبط تخلف دقيقة 80 وقتها نلعبوا 10 التالي حنا بعد بالطبيعة باش يلعب الدفاع قدم مقابلة وما تنجموش نلومه على المستوى اللي قدمه في 10 دقائق. من بعدها ضد المنتخب الأسترالي ملعبش، ضد المنتخب الفرنسي ملعبش، أمام المنتخب الليبي لعب مقابلة كاملة وقدم مقابلة كبيرة وكان من أفضل الملعبية من جانب المنتخب التونسي. مباراة العودة أمام المنتخب الليبي في ليبيا كيف كيف تقريبا لعب 80-85 دقيقة وكان من أفضل الملعبية على أرضية الملعب ومن جانب كيف كيف المنتخب التونسي. والآخر مقابلة كانت المقابلة متاع البارح ضد منتخب غينيا الاستوائية. راكي تسمع حنا باعل ولعب 20 مقابلة مع المنتخب التونسي، راهو بعد انتقال فريق برمنغهام بالضبط تلعب 3 مقابلات في التشكيلة الأساسية، زوز مقابلات قدم فيهم أداء خارق للعادة ومقابلة البارح ضد المنتخب الغيني والأداء متاعو سيء كيف الملعبية اللي كانوا متوجهين على أرضية الملعب، ولو أنه راهو الأداء متاعو سيء وكان أفضل من برشا ملعبية على أرضية الملعب، يعني النجم يقولوا من بين الأفضل في الخايبين. بيع نحكي على مباراة البارح، إن شاء الله حنا باع المجبري يكون في التشكيلة الأساسية ضد المنتخب الجزائري وإن شاء الله يقدم أداء محترم ونعود نقوله راهو حتى لو البارح كان الأداء متاعو دون المتوسط نعود نقولوها راهو عنده أكثر من شهر السيد ما تدربش، السيد يتدرب وحده، تجي في ملاعبي عنده أكثر من شهر ويتدرب وحده وفي اللي كونديسيون هذيك وتجي تقول شبيها مر بجانب الحدث وشبيه حنا بعل المجبري إلى حد الآن ما تحسنش، شلعب هو مع المنتخب التونسي حتى نقوله عليه تحسن وما تحسنش. حلقتنا اليوم وفات كالعادة البياري متبقى كبش يقولكم حد موفق للمنتخب التونسي، تحية تونس، تعيش تونس، كلنا تونس وسلام.